مش متعودة على النظارة نهائياً، فحاسة شكلي غريب. كنت أصلاً مش قادرة أفتح عيوني، كنت أحس على عيوني جبل. هذا البيبي، هذا رأسه، هذا جسمه. مرحبا، كيفكم؟ الأخبار؟ اليوم بلشنا نسائية وتوليد، حأخذكم معي خلال اليوم، راح أحكي لكم بهالفترة تبعت الخمس أيام شو عملت شو صار. بس هي مستعجلة، ما هو أنا جايتكم من العطلة، تعرفوا أني عطلت وداومت وأنتم مش منتبهين أصلاً، من كتر ما هي عطلتنا أصلاً قصيرة فإحنا ما من الحق يعني نحكي لكم أنه إحنا عطلنا. هيني قاعد بحضر حالي الساعة 8:10 وراح توقعوا، وباص الجامعة بطلع على 8:30. اليوم دوامنا باليرموك، انتوا بدكم تضلوا توقعوا ولا شو؟ اليوم دوامنا مستشفى اليرموك، مش جامعة اليرموك، مستشفى اليرموك، فهو بعيد شوي فبنطلع هيك بكير عشان نوصل تقريبا 9 ونبلش الراوند. بالنسبة إلي اليوم هو أول يوم دوام لأني مبارحة طلت لأنه عملت عملية ليزك لعيوني، هي التقرير الطبي عذر عن مبارح. والله اني انا رايحه اليوم وحاطه ايدي على قلبي، يعني بدي اسوق انا السياره، مش عارفه يعني انا شايفه بس شايفه غباش، والدكتور حكى لي هذا الغباش رح يضل معك لمده شهر، يعني بروح تدريجيا ما رح يروح فجاه. هينا قاعدين نتشافى. يا الله اسمع، انا كثير تاخرت كالعاده، متاخره، فبحكي معكم بعد شوي بالسياره. يلا باي. طبعا موقعكم ابدا مش استراتيجي، بس بينكم الله. شايفين هاي، كنت ألبس النظارة، بعطوني نظارة زي نظارة السباحة بعد العملية، ضليت لابسيتها أول 3 أيام، كان لازم أضل لابسيتها لما أنام، وعلى فكرة أنا لحد الآن بلبسها لأني بخاف يعني أفرك عيني وأنا نايمة أو إشي، كتير بتكون شادة بتعلم، شكلها مش حلو، فأنا بدي أخذ لزقة، مش حد يشوفني صريح كل عملية لأنفك، أنا ما دخلني باللي بصير بالسوشيال ميديا، في هبة عمليات أنف، ما في هبة، أنا ما دخلني، أنا إذا العملية مش محتاجيتها ما بعملها، فهي ممكن منظرها مش احلى من قبل، بس يعني اشوى شوي. طبعا انا متاخره وقاعده بحكي معكم، يا رب الباص ما يروح. المهم العمليه كانت تقنيه سمارت سيرفيس مش ليزك. هاي العمليه مش كتير منتشره حاليا، يعني لو تبحثوا عنها بتلاقوها اصلا، يعني ما صار لها كم من سنه بس طالعه. بسم الله توكلت على الله، يعني اوكي تمام الدنيا غباش، انا شايفه الدنيا غباش بس يعني شايفه، والمفروض اني اضل لابسه نظاره بس هسه الشمس مش قويه. المهم فهاي التقنية سمارت سيرفيس بضربوا الليزر بدون ما يشيل جزء من القرنية، يعني هي فوق يعني خلص بدون ما يلمس العين اصلا. صراحة انا اول يوم متتوجع، يعني بكذب عليكم اذا حكيت لكم اتوجع، والله توجعت كتير. ثاني يوم وثالث يوم عيوني نفخوا كتير، نفخوا، كنت اصلا مش قادرة افتح عيوني، كنت احس على عيوني جبل، كتير كانت تقيلة، يعني تقيلة تقيلة، احس عيوني تقيلة مش قادرة افتح. رابع يوم هم بعد العملية بحطوا زي عدسات حماية فوق العملية، يعني عرفتوا فوق القرنية بحطوا لكم عدسات حماية، كان لازم أروح أشيلها رابع أو خامس يوم، فأنا رحت رابع يوم لأنه كانت كتير بتغز عيني، فرحت على الدكتور حكيت له أنا بدي أشيلها وشال لي إياها. بعد ما شلتها الحمد لله كل إشي خف، يعني حسيت كل الوجع كان منها، كتير كانت بتغزغز يعني زي كأنكم حاطين حجار بعيونكم. خامس يوم اللي هو مبارح عطلت من الدوام، مش عشان اشي بس كان عن جد كل شيء غباش، فانا حسيت انه لو داومت انا ما رح استفيد، وغير هيك انا معي عذر طبي اني اغيب، فليه ما اغيب عرفتوا؟ وانا ما الي بالعاده اصلا اغيب، ما بحب كتير اغيب، بحس الدوام مفيد يعني، بس حكيت بما انه عندي عذر طبي وفي سبب مقنع انه عن جد انا حيكون دوامي هو قلته واحد فغبت. بس اليوم اللي هو سادس يوم بعد العملية الحمد لله أموري تمام، بحكي لكم فيه غباش بس عادي، قادرة أتفاعل مع المجتمع ومع الدكاترة يعني لو هاي، بس ما بقدر أقرأ منيح. وحكى لي الدكتور يعني خلال هذا الأسبوع كل الغباش حيروح ولكن نظرك حيرجع 6/6 خلال شهر، يعني لسه بدك شوية وقت، فهينا نستنى. طبعا أعطوني قطرتين، قطرة أنتيبيوتيك وقطرة مرطب لازم أضل أحط منهم. الله يسلمكم، احكولي الحمد لله على سلامتك لأني هاي حكيت لكم الله يسلمكم. وبس والله خلونا بالمهم، اليوم بلشنا دوام نسائية، أو بالأصح ما بلشوا مبارح بس أنا بلشت اليوم، فرح يبلش الميجر معي من هسه. هذا ميجر حناخده على شهرين، على 8 أسابيع بالضبط.
آخر يوم اللي هو الخميس من الأسبوع الثامن حيكون الامتحان. هسا النسائية يعني إشي جديد، إشي جديد تماماً، أكيد ما كنا ناخده بالسنوات اللي قبل، فهو إشي جديد جديد. فأنا متحمسة ومش متحمسة بنفس الوقت. يا جماعة أنا وصلت، الباص ضل له شوي وبطلع، بخليكم معي بالتطورات بعد شوي. أوكي يلا سلام. ارجعي احكي القصة. لما رحنا انا ايش اسمك؟ اسد. ضلنا في جرش، رحنا في المصعد ولا في جثة يسكر علينا المصعد. يا الله، اقسم بالله بالمستشفيات احلام العصر، بصير مناطق غريبة يعني. هذا المستشفى اللي مداومين فيه اليوم، داومنا فيه بسنة رابعة. بس المستشفى غريب غريب غريب، احلام العصر. هاي ريحة فاصوليا، ريحة فاصوليا، ريحة المستشفى هو هيك. نسيت امبارح ما تجيلي. يا ثلاثة تنسى، يا مشرفة، مرة ضايعة. سي اس. ليش وين العيادة؟ أسيل بدي أصور. سبك مستأذن. نازلين على العيادة، دكتور حكى لنا انزلوا. أنا برا بدي أخذ وضعية تعانا. تعانا تعانا كسر عين الكف منزل وازن. هاي هناك عيادات الاختصاص. أنا حاولت أكتب هيستوري مع الطلاب بس عيوني غبشت. السلام عليكم. متى آخر مرة بتولدت؟ قلنا لك باثنين عشرة. ثلاث أسابيع بكون بآخر شهر. سينجل ألايف فيتوس. أوكي. هذا البيبي، هذا راسه، هذا جسمه. كولي سي او دبل ام. ان شاء الله ما انضفها. أنا مش متعودة على النظارة نهائياً، فحس شكلي غريب وأنا طالعة فيها هيك. بس صراحة مش متحملة إشعة الشمس أبداً أبداً جد. أنا طول اليوم أنا أتخوت على حالي بهاي النظارة. اليوم الدكتور علمنا كيف نستخدم الألتراساوند، أكيد مش بكل تفاصيله ولكن مبدئياً يعني. دخل أكتر من واحدة حوامل كانوا،
وفحصناهم، خلى كل واحد بالجروب انه يفحص. صراحة اشي حلو، يعني انا اول مرة بحياتي بمسك بايدي يعني الجهاز الالترا ساوند وبفحص عليها، وشفنا كيف البيبي بتحرك فرجانا، وين القلب وين بكون الراس، كيف نميز انه وضعية البيبي. فمبدئيا كان يعني اشي جديد اليوم. تعرفوا دائما بالعادة بداية، يعني احنا ما صرنا ثاني يوم بس، وانا الي يعني اول يوم، فأكيد ما عندي أي خلفية عن الموضوع. فأحياناً الدكاترة بيكونوا بتعاملوا معنا زي كأنه إحنا بنعرف من قبل، بس إحنا ما بنعرف، يعني إحنا لسنا أول مرة بنشوف هذا الإشي. فأحياناً بتحس بيكون في شوية اللي هو لا الطالب فاهم على الدكتور منيح ولا الدكتور فاهم على الطالب منيح. متعودين على هذا الإشي دائماً أول فترة هيك بصير. يوم الخميس راح نبلش نأخذ محاضرات إن شاء الله، أكيد الأمور راح تكون أوضح بالنسبة لنا. معطينا إنه هذا الأسبوع نتدرب على أخذ الحالة المرضية أكثر، وانه كيف نتعامل مع المرضى الحوامل يعني او النسائيه بشكل عام. زي ما حكيت لكم لما ناخذ المحاضرات اكيد راح يكون عندنا معلومات اكبر. بس مبدئيا يعني دوام اليوم كان منيح حلو. انا صراحه بعد العمليه يعني لسات نحكي لكم بشوف مغبش، فصابني صداع كتير قوي، مش كل إشي شايفيته، فعن جد عن جد انزعجت، والادويه كانت كتير بتزعجني. مش عارف صراحه، ان شاء الله بكره يكون الوضع اخف. حاولت استفيد قد ما بقدر، بس عن جد مخي كان يفصل من كتر الصداع، وما بعرف يعني ممكن عشان هالعملية لساتها جديدة، فمعطي حالي شوية وقت عيوني ترتاح أكتر. يعني حتى لحد الآن أنا حس عيوني كتير مبين عليها التعب. ممنوع أحط مسكارة وهاي الأشياء اللي هو المفروض أني أفرك على عيني بس أشيلها، فحاسة برضو أنا متعودة دائما أحط مسكارة، فحاسة شوي كمان شكلي غريب. بس يعني مبدئيا بقيم دوام اليوم يعني 6/10 هيك إشي. الحمد لله عدى على خير. حكوا لي إذا بتحبوا هذا النوع من الفيديوهات اللي هو أصور لكم يوم أو يوميا يعني، وأحكي لكم يوميا شو تعلمنا وشو سوينا. صراحة هو أسهل إلي للتصوير وأسهل إلي للمونتاج، لأنه بكون الفيديو قصير، مش زي لما أجمع لكم فيديوهات طويلة مع بعض زي ما كنت أعمل. فما بعرف انتوا حكوا لي يعني اذا بتحبوا هيك او بتحبوا فيديوهات طويلة. شكرا اذا حضرتوا الفيديو للاخر، وبشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.